السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وين ما تكونون بكل خير وسلامه. وياكم رشا من مطبخ رشا. نبدا بذكر الرحمن والصلاه على محمد وال محمد. فيديو جديد وروتين يوميات صائمه جديده، يا رب ان شاء الله يعجبكم. بالبدايه اكيد نقول لكم صيام مقبول وذنب مغفور يا رب. هنا بالبدايه حنسوي اليوم قوز لحم او الليميه. فاول ما حبدي ابدي بالشعريه او التاجينه. هنا عندي شعريه وزيت الزيتون، خليتهم على النار لحد ما يبدي يتغير اللون عندنا. واكيد انا اضيف ويا شعريه هيل، يعني هيك اكسر خشن واضيفه ويا حتى ينطش نكهه قويه. بعد ما تبدي تتحمر عندنا الشعريه، طبعا مو هذا اللون اللي توصل له، يعني تصير شقره. وابدي اضيف بهارات مجموعه اللي هي عندي دارسين، بابريكا، فلفل اسود، كذلك شوي نوم وبصره، واي بهارات ثانيه انتم تعجبكم اكيد اضيفوها. أنا هنا طبعا على جهة بدأت تتحمر عند الشعرية، وأبدأ أضيف لها المي، وكذلك أبدأ أضيف لها شوية من سوب اللحم، لأن أنا مسوي سوب لحم هنا ماما مسويته، فيعني جاهز عندي. أضيف من سوب اللحم وكذلك أضيف شوية مي وأخليها على راحتها شوية تتهدر، وأبدأ أضيف البهارات اللي أنا جهزتها. أما بالنسبة هنا للقدر الصغير حبدي أسوي شيرة، لأن حبدي أسوي طبق حلو اللي هو البسبوسة، فتحتاج شيرة أو عسل، فلازم يكون بارد، لأنه من تطلع هي من الفرن لازم قبل أسقيها، ويكون الشيرة أو الشربت شربت شنو يعني ما صار يقولون الشربات، والعفو القطر لازم أضيفه يكون بارد كامل. فهنا طبعا سويت الشيرة على جهة وضفت لها الزعفران وهيل وشكر وكذلك المي. واكيد المقادير اللي تحبون انزلها لكم بالصندوق الوصف حتى تستفادوا من عندها. هنا طبعا حخليها اول شيء تاخذ لها 4 فورتين شيره، وبعدين اقلل النار وخليها تقريبا هي شفت 30 دقيقه او اكثر لحد ما تصير شوي ثقيله. هنا عندي بالنسبه للتاجينه اخذت اللون الحلو، ضفت لها سوب اللحم وضفت لها شويه مي، وبعد ما بدت شويه تنشف ضفت كميه البهارات اللي انا قلت لكم اياها، وكذلك اضيف شكر واضيف هيك ملح كلش قليل، بس احنا شوي ما عدنا تحبها التاجينه تكون حلوه، وانا شوي اضفت شكر زياده. هنا حبدي اخلطهم سويه واقلل النار واغطيها لمده تقريبا يعني 7 دقائق 8 دقائق تكون عندي جاهزه. طبعا على جهه عندي بوتيتا قطعتها مكعبات، طبعا هنا زوجة اخويا وياي، فقطعتها مكعبات كلش ناعمه وقلتها، وبعدها قلت عندنا اقول وياي اللي هي البسالية والجزر مجمدا فرزه، فقبل على النار تنقلي، بس مجرد انه يذوب الثلج من عندها تخلوها بمصفي. وكذلك عندي الكشمش واللوز وشنو شغلات ثانيه انا حذكركم اياها اثناء الفيديو. هنا طبعا شوف الشيره خليتها على نار متوسطه وخليتها تاخذ راحتها، وشوف الزعفران شلون صار لونه كلش حلو. هنا حبدي اسوي شوربة عدس. بالبداية ضفت بصل وزيت الزيتون وحذبله بشوية ملح، وهنا ضفت مكعب ماجي كلش طيب بيطلع ويا شوربة العدس. وهنا طبعا عند العدس مجرد انه غسلته وضفته على البصل، وهنا حبدي اضيف شوية كركم وشوية فلفل اسود، واضيف همين زيادة مي واخليها على النار لحد ما تاخذ لها فور، بس هنا لازم تتقون لانه قبل تبدا الرغوه تطلع حتى تشيلون الرغوه وتقللون شويه النار، واكيد ما تنسون تضيفون الشعريه. طبعا بالنسبه لشوربه العدس اكو يضيفون بتيتا، يضيفون جزر، يضيفون بازاليا، يضيفون هواي شغلات ثانيه، احنا يعني على الطريقه القديمه هذه شوربه العدس مالتنا. هنا طبعا التاجينه بدت تجهز عندي مثل ما تشوفون صارت كلش حلوه. هنا حبدي اشوف الشغلات الحبشتكلات الثانية من تكمل، وابدي اضيفها وياها واخلطها. هنا انا شلتها على جهة الطباخ، وهنا بديت اسوي التمن. طبعا هنا عندي زيت الزيتون ضفت التمن، وحبدي اضيف البهارات الصحيحة اللي تنطي نكهة كلش طيبة للتمن، خاصة بقوز اللحم اللي هي المسمار، وعندي القرنفل، وهي القرنفل نفس المسمار لكن الى تسميتين، وعندنا الكبابة، وكذلك نجمة اليانسون وهيل وزعفران. طبعا انا الزعفران هواي استخدمه بالقوزي، حخليكم همين البيج مالتهم، طبعا كله الزعفران الاصلي يبيعوه يوفروه اللي هو زيدان زعفران. فاستخدمت انا هنا الطبق الحلو للشيرة
كذلك حضيف للتمن، مجرد أخليه ناوي البهارات الصحيحة يبدي ينطلون كلش حلو. ضفت هنا التمن مجرد أنا غسلته وضفته وياها، وأكيد هنا أملحه وأضيف المي، أنتظر لحد ما يأخذ لفورة فورتين ويبدي يريد ينشف، أغطي وأكيد أقلل النار. هنا طبعا حيكون عندي جاهز، نقلت هناك التمن للطباخ على مدة نار تكون قليلة. وهنا هذه عندي كل الحبشكلات اللي قلتها زوجة أخوية وضفتها ويا شعري، وحبدي أخلطها سوية. وهنا الشوربة همين قللت النار عليها لأنها بدت تصير ثقيلة، ضفت الشعرية وقللت النار وغطيتها، راح تصير مثل الكريمية كلش طيبة. وطبعا أنا أسوي شوية كمية أكبر حتى للسحور تبقى لنا، لأنه بالسحور همين عندنا أخوية يحب الشوربة. طبعا هنا كملت الأطباق الرئيسية لأنه تأخذ وقت أطول، لأن بها لحم فاللحم يأخذ بالسلق وهذا السوالف، يعني الشغل همين تأخذ هواية وقت. فهنا حننتقل وياكم الطبق الحلو، حسوي بسبوسة. وطبعا هنا عندي السميد والشكر، وكذلك عندي اللبن اللي هي الروبة والزيت، هذول كل المكونات الجافة حبدي أخليهم سوية. أنا هنا خليت فانيلا وياي، وحخلي البيكنج باودر وأخلطهم بحركة حلوة، يعني أخلط كل المكونات الجافة وبعدها أضيف السائلة. طبعا أنا كل المقادير حخليها بصندوق الوصف حتى تأخذوا لها لقطة أو سكرين على مشروم تستفادون منها. بالنسبة هنا المكونات الجافة بعد ما خلطتها أبدي أضيف المكونات السائلة اللي هي الزيت واللبن الروبة، هم حخليها. وأكيد أنا أكون مجهزة الشيرة وبدأت تبرد عندي، وكذلك عندي اللوز همي لازم أخليها على الوجه، وأكون محضرة صينية الفرن اللي حدخلها البسبوسة بيها. همين أدهنا مجرد بزيت، وإذا ماكو زيت هو الأفضل لأنه يكون راشي ينطيها طعم طيب، وهمين يعني ما يخليها تلزق. هنا كملت كل المكونات الجافة وأبدي أخلط وياها المكونات السائلة، وأبدي راح أخلطها بشكل حلو، وبعدين أخليها بالبايركس وأدخلها للفرن على درجة حرارة تكون متوسطة حتى لا تأخذ لون. طبعا أنا هنا شوي نسيتها فشوية أخذت لون زايد من تحت، فهنا راح أبديها من أقطعها قبل لا تدخل للفرن حتى تأخذ شكل واحد، وأزينها أكيد باللوز بعد ما أقطعها. ولما تطلع قبل أسقيها بالشيرة اللي تكون لازم باردة، يعني هي تختارون يا أما الشيرة تكون باردة والبايركس يكون حار، أو البايركس يكون بارد والشيرة تكون حارة. فأني أول ما تطلع أسقيها قلت لكم بالشيرة، وبعدين أزينها من تبرد بالورد المحمدي وأقدمها ويا الفطور. وأكيد نسيت أقول لكم ويا المواد الجافة جوز هند يكون الدهين، يعني يكون خشن ودهين كلش طيب، يطلع وياها يعني الناشف يطلعها طيبة لكن مو هالقد، مثل يكون جوز الهند المبروش خشن ودهين اللي هو يستخدموه للدهينة. طبعاً أنا حاليكم تكملون الفيديو للنهاية وشوفون شلون سوينا ترتيبات السفرة أو الميز وياكم الفطور. وبالأخير أقول لكم لا تنسوني من اللايك، اللي وصل لحد الآن وما ضايف اللايك ضيفوا لللايك حتى شجعوني. وأكيد اللي زارني أول مرة لا تنسوني اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. وبالأخير أقول لكم مع السلامة، انتظروني بالفيديو الجاي.